أعزائي المشاهدين، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ إحنا مفروض في مسابقة تحدي زيادة الوزن مع ميدو، إحنا فاضل لنا يمكن أقل من أسبوعين، وأنتوا بقى تشاركونا في رأيكم وتشوفوا زاد وزن، زاد عضلات، أه ولا لأ؟ ميدو إزاي؟ صباح الخير. أخبارك إيه؟ كله تمام. كله كويس؟ كله تمام، كله متمام. هنلعب النهاردة تمارين تشيست كده خفيفة، هنعمل الفلات تمام، هنعمل العشر عدات تمام، والثمان عدات والست عدات، وبعد كده هنروح على البنش العالي، هنخفف الحديد شويه بس نفس العدد. اوكي جاهز؟ تمام جاهز. يلا بينا، قول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. يلا انا واقف وراك بقى، انا كده بقى انا اللي هساعدك. خد الدمبل مظبوط. برافو ميدو، سنة بسيطة بس، تعالى هنا كده، حط ايدك دي هنا، لف بجسمك استرتش. اثبت كده شوية، اثبت ثواني، عد مثلا 10 ولا حاجة. برافو، ناحية تاني. برافو ميدو، هايل. خلصنا الفلات او خلصنا النايم، هنروح على خلصنا ثلاث مجاميع الفلات، وهنبتدي دلوقتي الثلاث مجاميع الانكلاين. يلا ميدو جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. 10 عدات بالحديد ده. اوكي. وبعدين اللي بعده هيبقى 8 عدات، وبعدين مكاسب. اللي بعده هيبقى 6 عدات ان شاء الله. يلا بينا. 90 درجة. موضوع نفسك ده. اوكي. برافو عليك. حاسس ان كتفك وجعك، قوم اعمل استرتش. اكلت ايه الصبح؟ الصبح اكلت، بقول لي ما لحقتش. لا اكلت بصراحه. خش اخر دور. يلا جامد، يلا 6 عدات ان شاء الله. يعني انت طلعه بس على التشست كده، وانا هلقفك الحته اللي فوق دي. اوكي. يلا معلم. بسم الله. أنا أطلعك الحتة دي. يلا بينا. بالراحة.
ومسترتش بقى عشان تعرف تظبط الباقي. برافو يا ميدو، اتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله، واشوفك المره الجايه على طول على الهواء ان شاء الله، ويا رب يكونوا المشاهدين استفادوا بالطريقه الامنه للتمرين وبطريقه الاكل والشرب والعزيمه اللي موجوده عندك. ربنا يخليك يا كوتش.